السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني الحرفيين، أعزائي المشاهدين، أتمنى تكونوا بخير في صحة جيدة إن شاء الله. من هذا المنبر كنشكر كل الإخوان والأخوات اللي دعموني من الأول ومازال، وما ننساش العائلة ديالي ربي يطول في عمرهم، وكنشكر أي واحد دعم القناة من قريب أو بعيد. اللي كيشوف القناة أول مرة يدعم القناة بلايك واشتراك وبارتاجي مع الأصدقاء ديالو باش تكبر القناة. ما نطولش عليكم، ندخل في الموضوع. بغيت نشارك معكم بعض المعلومات اللي تقدر تفيد اي زبون اول مرة كيبغي يصبغ من اللي تيكون المرطوب جديد. من الاحسن الواحد ما يصبغش، يخلي المرطوب يتنفس ويخرج كاع الشقاق اللي في الحيط على الاقل 4 شهور، ومن بعد يخدم اللوندوي تاعو عادي. في حالات اذا كان غادي يخدم السامبل يشرج الحيط مزيان، اذا كان غير الديكور دوكوش لوندوي مزيانه تكفي. كما كتشوفوا بعض الحيوط راه كاع عوجين، حيت الفصاله تاع الفيلا تعودات كامله، بالخصوص الطابق السفلي كان كامل غرف. صاحبه المنزل ردات صاله مطلقه بحكم المهنه ديالها عندها علاقه بالديزاين ومراقبه الجوده. المهم راه حكينا كاع الحيوط ودوزنا كواتشو على المرطوب الجديد باش يصحح ويكون الكروساج تاع اللوندوي على الحيط قوي. كما تنقول الحكان والكراطاج مهم باش ما يبقاش لي كران في الحيط من بعد برزتك ملي تبغي تطبق لوندوي. الفيلا كامله دوزنا ليها لوندوي من الدروج حتى للطبق السفلي. كما كتشوفوا المنظر تاع الحيوط راه ما كيعجبش، ولكن ملي غندوز واحد الكاتر كوج ديال لوندوي غادي تبدل المنظر تاع الحيوطه بالكامل. كما تشوفوا عاود تاني راه الدروج باقي خاصهم رخام، هادشي علاش غير غندوزو لوندوي بوحدو وغنخليو حتى يدوز الرخيمي الدروج برخام ونرجعو ان شاء الله باش نفينيو الفيلا. خدمنا غير لوندوي بوحدو في الفيلا كامله، وواحد الكوزينه راه كاينه في السطح صبغناها حتى هي، صبغنا ليها البلافو ديالها تحجر ديالها واحد الفاص كيشوف في الفرصات العميانه. كان عندهم واحد المشكل ديال الميديتي عالجناه حتى هو، واحد البيت كاين في الطبق السفلي حتى هو صبغناه غير بصبغه ديال الزيت، بلافو ديالو خلينا ابيض باش يبقى سامبل. هادشي هو اللي كاين هاد الساعه. تنسيق الالوان في مجال الصباغه راه مهم جدا، وكيبين اي حاجه كتصبغ، وكيزيد المساحه تاع الجودره ملي كيعرف الحرفي يجمع بين بين الالوان. ما نطولش عليكم، نخليكم مع هاد السينيماتيك، فرجة ممتعة، نشوفكم في الفيديو الجاي إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.